سنين أم الأمم المتحدة. خلي الصور جاي يمر عليك. طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول آخر تطورات انتفاضة تشرين، كما نستقبل رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. اليوم هناك معلومات تتحدث منذ فجر اليوم الأربعاء حول نوايا حكومية بتنفيذ عمليات لفض التظاهرات والاعتصامات بالقوة في مدن جنوبي البلاد وأبرزها البصرة وكربلاء وكذلك في العاصمة بغداد، وذلك بعد قطع خدمة الإنترنت وفرض إجراءات جديدة قيدت وسائل الإعلام وحركة تنقل الصحفيين. يضاف إلى ذلك أيضا الترويج لاتهامات جديدة للمتظاهرين كوجود مندسين ومخربين بينهم وإضرارهم باقتصاد البلاد كما تدعي الحكومة، وتعطيل المصالح العامة. في وقت تتزايد أعداد المتظاهرين في مدن جنوب ووسط البلاد وبغداد، وصاحب ذلك ولادة مناطق تظاهرات جديدة كما جاء في صحيفة العربي الجديد، في تلك المناطق المتظاهرون في كربلاء والنجف والبصرة وذي قار باشروا بوضع كاميرات مراقبة جديدة حول ساحات الاعتصام تخوفا من أي انتهاكات يتعرضون لها. شهدت العاصمة العراقية بغداد دخول مناطق تظاهر جديدة مع اتساع رقعة المتظاهرين، أبرزها منطقة حافظ القاضي، تقاطع جسر الشهداء، ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد والتي يربط بينها وبين ساحة التحرير شارع الرشيد الذي يقع فيه مبنى البنك المركزي العراقي ومصرف الرافدين الحكومي، وهو ما دفع السلطات الحكومية إلى إغلاق البنك بعد تواجد المتظاهرين هناك. طبعا اليوم كذلك أطلقت القوات الحكومية الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع بكثافة على المتظاهرين بالقرب من جسر باب المعظم وسط بغداد، ما أدى لإصابة العشرات منهم بحالات اختناق. تداول الناشطون مقاطع مصورة تظهر مجموعة من المتظاهرين يقفون عند مدخل جسر باب المعظم من جهة مدينة الطب أكبر مستشفيات بغداد، وتحدث الناشطون عن قطع أحد ممرات الجسر من قبل المتظاهرين. كذلك أطلقت القوات الحكومية الرصاص الحي بكثافة على المتظاهرين بالقرب من منطقة الحيدر خانة وسط بغداد، وأغلقت القوات الحكومية 5 جسور رئيسية في بغداد بعد تزايد أعداد المتظاهرين المحتشدين قرب هذه المنطقة. خلونا نشوف هذا المقطع ونرجع لكم. 16/2019 الساعة 6 نعم، معنا اتصال أبو حسن من بغداد، تفضل أبو حسن. السلام عليكم أخوي عمر. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يحفظك يا أبي. حياك الله يا أهلا. طبعا هاي التظاهرات هو حق مشروع للعراقيين بصورة عامة. الأمريكان هو سبب البلاء كله بالعراق. هم مساعدة الأمريكان، هم الأمريكان بدأوا يشوفون الحل العراق وين وصل. هم مو جابوهم، هم دولة جابوهم كسياسيين، هم ما يعرفون معنى السياسة. يعني المفروض يحاسبوهم هذول اللي دمروا البلد، بس هم دي يعاونوهم، هم دي يعطوهم الخف الاخضر لتدمير العراق وقتل المتظاهرين. يعني انسان يدعي على حقه، حقوق مشروعه وتخص البلد، بس هم ما يردون حق العراقي، يردوا دائما دليل مهان، ما يحترمون البشر. يعني اي واحد يجي يفصل عشائري او تقعد بمجلس وتقول لي يا ابو انا عندي حق وياك، العشيرة تحل المسألة ويتراضون. هذول مو يعني مو بلا بشر. يعني يقولون اليوم خسائر المتحدث مال القوات المسلحة، يقول خسائر مال المظاهرات 6 مليار. يعني جد فلوس تاخذون من العراق، خيرات العراق تاخذوها. يعني يخلون العراق يعني يستجدي. نعم. وفوق كلها ديون 132 مليار، مدري 140 مطلوبة الدولة، وين تروح الفلوس؟ نعم. يعني مو حسن المتظاهرين أني نعم. رأيك البارحة بكلمة عادل عبد المهدي، يقول أكو شفنا، يقول ويا المتظاهرين 150 واحد لابسين لباس عسكري
ووراهم نسوان وشباب وأطفال، يعني شلون دروع بشرية مخليهم ودا يهاجمون القوات الحكومية. شو احنا ذولا ما شفناهم؟ يعني الناس طالعين بطريقة سلمية ورافعين أعلام العراق ودا يطالبون بحقوقهم. يعني عادل عبد المهدي دا يكرر السيناريوهات ما الدول العربية من يدعون بأنه المتظاهرين مندسين وياهم مخربين. يقول شفنا 150، زين شلون عدهم ذولا 150؟ 150 واحد يقول لابسين لباس عسكري. زين وليش ما يحكي على القناصة اللي فوق المطعم التركي وبيضربون الناس؟ شلون عدهم وشلون حسبهم؟ يعني يا اخي هذول يعني جايين بدون وعي، بدون وعي. يعني يقنع البشر بأن يقول لك أني أفتهم أو أعرف يدور بالعراق، بس هو واقع الحال ما يعرف شيء بالسياسة ولا يعرف شيء بالإدارة. يا أخي هم جو ابتلاء على العراق. يعني واحد هاي الستوتات والله العظيم الله يرضى عليهم إن شاء الله، يعني عبالك يعني عمالقة الجريح دي يشيلوه. هذا يعني يا أخي ما يعرف شيء يحكي، ما يعرف شيء يحكي. يعني هو كان منظمة بدر وتاريخه ما معروف، يعني تاريخهم سيء إلى أبعد مدى. هم جاي مؤامرة على العراق وقتل العراقيين. هذول ما تنطلي ترى على الشعب هذا، الشعب هذا صار ذكي. أنا يعني ما شفت الناس كلها سوى وقلب على قلب. شوف يعني بناية ما المطعم التركي سووا الكهرباء خلال ساعات، و16 سنة صرف مليارات الدولارات على الكهرباء وبعدها. يا أخي هذول مو رجال دولة، هذول رجال قتل إرهاب. نعم، أنا أشكرك أبو الحسن من بغداد كان معنا. رسالة على الواتساب يقول تحية لك أخي عمر، الانتفاضة التشرينية تنتصر بتضحيات الشهداء الذين سقطوا أمس وبداية هذا الشهر لحين إسقاط النظام. ويقول إيجاد نظام جمهوري رئاسي يعود به العراق حرا أبيا لا مكان فيه لأذناب إيران، إيران برا برا، بغداد تبقى حرة. طبعا رسالة طويلة لا أستطيع قراءتها، وهي من مبروك من الإمارات، ودائما أكد وأطلب وأرجو من أخواني اللي يرسلون رسالة على الواتساب تكون رسائل قصيرة حتى نستطيع قراءتها، وعدم إرسال مقاطع الفيديو على رقم الحلقة. رسالة يقول فيها: السلام عليكم، قوات حفظ الأمن معناها ميليشيات إيرانية متمرسة في قمع التظاهرات، وهي نفس القوة التي دخلت من إيران، وهذا بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني وبإمرة قاسم سليماني. يرجى الحذر منها وتغيير موقع المتظاهرين إلى موقع آخر خوفا من توزيع القناصين، وهذه القوة سوف تكون أشد فتكا لتخويف المتظاهرين، وهذا سوف يعكس ردة فعل المتظاهرين التي سوف تجابههم بكل قوة بالإصرار والبقاء. اللهم احفظ العراق وشعبه البطل ناطق العراقي. رسالة يقول فيها: السلام عليكم، تحية لكم ولقناتكم قناة صوت الحق. يقول: شباب الثورة هم شباب المستقبل، عاشت الثورة، عاش العراق. أوصي إخواني في ساحة الوغى الثبات. تحية إلى الثوار منصورين بعون الله. نوار من هولندا. معنا اتصال أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. خير أستاذ عمر. يا أهلا بيك، أهلا وسهلا بيك. كيف حالك؟ تحية لك وتحية للشعب العراق، والمجد والخلود لشهداء العراق والشفاء العاجل لجرح العراق. آمين. ونعلن تضامننا الكامل مع الشعب العراقي، الشعب الشريف الذي رفض الاحتلال والعملاء. تحية لهذا. وندين ونستنكر موقف مع الأسف هذا ما يسمى بالجيش العراقي، الموقف المخزي الذي لم يحمي الشعب العراقي ولم يحمي أرض العراق. معناته أصبح دوره حماية الفاسدين الذين هم يتكلمون عن الجيش العراقي كل يوم بأنه الجيش العراقي ينسحب، كما هذا حق ميليشيا بدر الذي يتكلم عن الجيش العراقي المجرم هذا يتكلم. فنطالب الجيش العراقي يقف مع الشعب العراقي، موقف الشعب العراقي المشرف ويستحق التحية، تحية وتقدير للشعب العراقي. نعم، أشكرك أبو فيصل من السعودية كان معنا. رسالة على الواتساب يقول فيها: السلام عليكم، أخوكم أكرم العقابي من ألمانيا. يقول: إذا لم تستحي فافعل ما تشاء. تعلن يقول الحكومة الفاشلة عن خسارتها مليار دولار بسبب الانترنت، إذن ماذا عن دماء شهدائنا وماذا عن سرقة أموال العراق 16 سنة؟ يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، عليهم حرامية لابسين
فولاذ مو تشينكو. تحياتي لقناة الرافدين الحرة. حياك الله أخي أكرم. طبعا اليوم كذلك القوات الحكومية واصلت إطلاق رصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في محيط البنك المركزي وجسر الشهداء في بغداد وفقا لوكالة رويترز، فيما أغلقت السلطات مقر البنك المركزي ومبنى مصرف الرافدين في بغداد. المصادر الصحفية قالت بأن موظفين في البنك المركزي قتل، موظفين في البنك المركزي قتل وأصيب آخرون جراء إطلاق القوات الحكومية الرصاص على المتظاهرين في شارع الرشيد. من جهتها قالت مصادر طبية بأن 20 متظاهر أصيبوا جراء إطلاق القوات الحكومية الرصاص وقنابل الغاز على المتظاهرين. كذلك قوات الأمن قامت بتفريق تظاهرة بالقوة قرب السفارة الإيرانية، كما اعتقلت 5 ناشطين خلال توجههم إلى ساحة التحرير وسط بغداد. يعني الأحداث في تصاعد. يبدو أن اجتماع عادل عبد المهدي مع القيادة الأمنية والحكومية يوم أمس وادعاء بشكل واضح، وإحنا ما شفنا هذا الشيء وغير موجود طبعا، بأنه هناك مسلحين مع المتظاهرين، يقول لك أكو 150 واحد لابسين لباس عسكري، ومثل ما قال أبو حسن إذا هو عنده هيك يعني معلومات ليش ما يطلع القناصين اللي أغفلهم تقرير اللجنة الحكومية. طبعا أظهرت لقطات كذلك مصورة قيام قوات الأمن بإطلاق قنابل غاز من نوع خطير على المتظاهرين في شارع الرشيد في بغداد، وأكد ناشطون أن الغاز المستخدم يسبب شللا للأعصاب، ما يرجح أنه من الغازات السامة المحرمة دوليا. وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت في وقت سابق استخدام القوات الحكومية قنابل غاز من النوع الحربي القاتل ضد المتظاهرين في العاصمة بغداد. خلونا نشوف المقطع ونرجع لكم. عافية البطل، عافية البطل. التاريخ 16 الساعة 5:15 العصر، حالة اختناق. هذا مو مسيل للدموع. شباب شاركوا البث، شاركوا البث. هذا مو مسيل للدموع. شوف الشباب تسقط، شوف تشنجات عصبية من واحد يشتم الغاز، تشنج بالأعصاب يصير عنده. هذا مو مسيل للدموع. وهاي الثالثة، عافية أبطال، عافية أبطال، عافية. شوفوا الشباب وين يشمروها بالبنايات. أبطال. استخدام القوة والغاز المسيل للدموع مستمر على المتظاهرين السلميين. رسالة من سيف البصراوي من هولندا يقول فيها: السلام عليكم، تحية لكم ولكادر القناة. يقول: الرحمة للشهداء والنصر للمتظاهرين الأبطال، وإن شاء الله النصر قادم، وأطالب العراقيين كافة بتحديد موعد مليونية حتى ندخل الشوكة في أعين الساكتين عما يجري من قمع همجي من الكيان الحاكم. سيف البصراوي من هولندا. رسالة يقول فيها، يقول: السلام عليكم، يجب إصدار أمر إلقاء القبض بحق المالك المجرم الذي تسبب بوضع العراق الحالي. يقول: نطالب بإعدام المجرم كما يقول المالكي، يقول أبو الفقاعات. نعم، معنا اتصال أبو عمر من بغداد. فضل أبو عمر. يا الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحية خاصة لك ولمشاهدين الرافدين ولقناة الرافدين جميعا. حياك الله يا أهلا بك. حياك الله. رحم الله شهدائنا وشاف الله المصابين الذين يعني اللي بنشوفها للأسف. ماكو فد إعلان سيدي العزيز اللي التظاهرات اللي متواجدة طبعا على أحد الناشطين والمظاهرين في ساحة التحرير أخي العزيز. نعم. التظاهرات أخي العزيز هذه قامت توسع يوم بعد يوم، بتوسع في بغداد وفي كافة المحافظات، لكن عندنا في بغداد الآن المظاهرين المتواصلين اللي بصورة عامة اللي قريبين على جسر التحرير وجسر الأحرار وجسر السنك وجسر باب المعظم،
ابتدوا الناشطين اخي العزيز يوصلون الى مراحل بحيث انه الصبر بعد ما انه يتحملون اكثر من هذا اللي بيشوفون مأساة في بغداد والمحافظات. يحاولون اخي العزيز المظاهرين وكافة انواع يعني كبارهم وصغارهم العبور على منطقة الكرخ ودخولهم الى منطقة الخضراء الذي يسكنون هناك ديهم البرلمان والنواب والحكومة البائسة من اعمالها بدفع قواتها الى الشعب العراقي والى المظاهرين السلميين بغازات المسيلة الدموع والطلقات التي ترمى اليهم يعني طلقات موجهة يعني مو للسماء يضربوا اخي العزيز. والله العظيم لم توجد لنا اعلان ولم يوجد نت حتى نصور هاي الطلقات اللي قاعد تضرب مباشرة على المظاهرين يا اخي العزيز. نعم. هناك قوات من الشغب، هناك قوات من الشرطة الاتحادية، هناك مجموعة من الجيش، لكن اكو مع احتراماتي اكو بعض الجيش بس الاغلبية بالجيش العراقي يعني مايلين للشعب ومايلين للمظاهرين، ما يعني يضربون دينا ويعني طبوحهم يعني كلش يعني لقينا من عندهم ما لقينا خسر بس من كم واحد بس الاغلبيه بصوره عامه زين ما يقدر يمنعون هذا يعني معقوله الله. انه جيش انت مثل ما تحدثت ابو عمر معقوله يعني هاي قوات لا. الجيش ما تقدر تمنع هذا العنف ضد المتظاهرين السلميين زين يوم يومين شهر احنا دخلنا الشهر الثاني غير واجبهم انه يحمون المتظاهرين هو نازل بالشارع يعني هاي القوات اللي موجودة تضرب المتظاهرين أقوى من الجيش وأقوى من باقي القوات الأمنية بحيث حتى رئيس الحكومة ما يقدر يجيب اسمهم بالطاري ما يقدر أخي العزيز. هذا اللي قاعدين يسوونه الموجود عندنا في بغداد بصورة عامة هو هذا نتيجة الضعف اللي تقوم بهم من الأحزاب السلطة اللي هي موجودة الآن قاعدة تدير السلطة لأنهم في النواب والبرلمان كافتهم أن ما موجودين في المنطقة الخضراء أخي العزيز سواء القيادات والميليشيات التي تتبع هذه الرؤوس العفنة التي أتت من إيران وحتى الناس اللي موجودة اللي مشاركة للأسف لاحظنا أكو بعض من أخواننا الشرطة الاتحادية كيف يضربون المظاهرين يعني صورة بشعة يا أخي العزيز يعني دفرات على بطنه وضربات شلاليق على وجه بدون السلاح تمشوا مظاهر كأنما يعني نلاحظ في فلسطين كيف يضربون الأخوان الفلسطينيين مقابل إسرائيل يعني والله العظيم يعني أوصف لك الصورة اليوم اللي صارت كأنما مو عراق قاعد يضربه والغلط وسب الإهانات هذا شفناه من الشرطة الاتحادية في باب المعظم يا أخي العزيز وكانت يعني صورة بشعة تعامل الشرطة العراقية مع الشرطة الاتحادية مع الشعب العراقي يعني نعم. يتكلمون العراقي نعم هناك إيرانيين من خراسان موجودين اللي موجودين بشرهم في ساحة التحرير وناس ملثمين الجوي ضربوا المظاهرين يعني ما نعرفهم من أي جهة نعم زين أبو عمر شو ترد أنت تقول أني متواجد في ساحة التحرير مع المتظاهرين شو ترد على رئيس الحكومة عندما ادعى بوجود 150 من المسلحين اللي يرتدون ملابس عسكرية مع المتظاهرين وهم اللي يهجمون على القوات الأمنية أخي بالنسبة دول هم الناس اللي موجودين اللي قاعد دزتهم الحكومة مثل ما قلت أن دول ضعف هذه الحكومة ويأسها أنه تحاول تعيد نشاطها وقوتها على أيادي دول الجبابرة الذي أرسلتهم إلى الشعب العراقي فهذا مهما يكون عدد هذا العدد الموجود ما يقدرون يسوون للمظاهرين ولا يقدرون يرفعون صوتهم لان هم لا هو يدعي ابو عمر اذا افتهمتني هو يدعي يقول لك اكو مسلحين ويا المتظاهرين مسلحين ويا المظاهرين اي يقول. مسلح ابن شعب العراقي ويقتل شعبه لان اللي موجود عكس هذا اللي تشوفه هذا الكلام ما هو الا دعايه وبس على المظاهرين ولا ما توجد هاي الحالات صارت اخي العزيز اقسم لك بيمين الله ما صارت هاي الحالات بس هذه دلاله انه ضعفهم ويأسهم اللي قاعد يصير والانهيار اللي صار بهم وان شاء الله قريب من العاجل المؤجل ان شاء الله بعون الله سوف ندخل المنطقه الخضراء لانه هذا عندنا اراده الشعب العراقي العظيم قدرته فوق يعني اكبر من ما يتوقع
اللي مرت به الايام، لان طولة الايام اللي 17 سنه اللي شاب العراقي متحمل اخي العزيز كان جمره على من النار، وكان يتحمل سنه بعد سنه فسنه، فصارت له قدره قويه كلش بانفجار هاي الطاقه اللي كان متحملها طيله هذه 17 سنه، الظلم والجوع والعطش والتهجير يا اخي كل شابه الان اصبحت طاقته ما تفيد قباله. لا طيارات لا جنود مسلحين لا سجاجين، كل هاي الأمور ما ترعبنا ولا ترعب المظاهرين نهائيا نهائيا. قوة لا. المتظاهر أينما يكون في شهر رشيد في ساحة التحرير أخي العزيز. نعم أنا أشكرك أبو عمر من بغداد كان معنا. رسائل واتساب يقول السلام عليكم، يقول أخي إحنا من 2003 ولغاية 2005 ما عندنا حكومة والشعب داير نفسه بإيده، ومن إجونا الحكومة دمرت الشعب والعراق، وهسه إن شاء الله الشعب ثائر والنصر قريب. أخوكم أبو عبد الله الإسحاقي. رسالة يقول فيها أو تقول فيها تقول مرحبا، الرحمة لشهدائنا الأبطال والسلامة للجرحى، وربي يحمي العراق وشعب الوفي كل شهيد وجريح اسم عراق. أنا أقول عراقية وأفتخر وأكيد على إيران ننتصر. نحن نقول يا أخي نرفض حكومة إيرانية، حكومة تضرب شعبها وهذا عار. تقول أنا أبكي حاليا بسبب الأوضاع، وتضيف يجب طرد الحكومة الإيرانية من أرض العراق وأي فرد إيراني يجب طرده. أم سيف من هولندا، تفضلي أم سيف. أخوي تفضلي أختي. الله يخليك. الله يسلمك. الرحمة لشهدائنا كلهم. آمين. كلهم أولادنا وأخواننا، لأنه كل أنا اللي كتبت الرسالة كل شهيد وكل جريح اسمع عراق. نعم. يعني العراق لازم يطيب ولازم يتخلد اسمه واسمه باقي، ولازم ينضف من ذول المجهول، لازم ينضف، لأن كافي اللي تحملناه وتعبنا وأولادنا اللي ضحت. هو من الرجال يروح أولادنا وأخواننا وكلهم؟ فإن شاء الله هاي الحكومة ما تبقى أخوه، ما تبقى هاي الحكومة، نرفضها رفض نهائي الداخل العراق والبخارج العراق وبكل مكان. وحتى هسه حتى الهولنديين الدنيا كلها ترفض هذا الظلم اللي قاعد يمر فيه. أكو حكومة تحارب، شايف أنت بحياتك حكومة تحارب شعب؟ لو كانت هي حكومة عراقية مستحيل تسويها، ما يصير. إذن بعد أجيب لك مثل ثاني ويسمعني، خلي يسمعني. نعم. أكو بالحياة بالدنيا واحد يطلع من بيته يروح يحكم بيت جيرانه يصير هو أبو عليهم؟ على أي أساس؟ شنو المناقضة؟ شنو هالوضع المأساوي هذا اللي قاعد يعيش العراق؟ وليش وإلى متى؟ إلى متى؟ ليش هذا الظلم اللي إحنا بيه؟ ليش إحنا بلد غني وأولادنا يردون يتمتعون خيرات العراق؟ عراق لهلة وخيراته لهلة، مو للخونة والجواسيس والحرامية، هذا ما يجوز. راضين وكل إحنا إيدنا بإيديكم ونتضامن وياكم وين ما نكون. انا ابكي من الصبح لليل متألمه ومتاثره وعائلتي مثلي واكثر. فيا ربي ان شاء الله ربي ينصرنا. آمين. وينصرنا ويبقى ان شاء الله يا رب. وقناتكم رحم الله والديكم على كل شيء حلو جاي توقفون على هاي الوقفه الحلوه الشريفه، بارك الله بيكم اخواني. والله ان شاء الله ينصرنا يا رب، ينصر شعبنا يا رب. امين آمين آمين يا رب. هذا واجبنا أم سيف، أني أشكرك ومعنا. أو قبل ما نأخذ فاصل نقرأ رسالة واتساب، يقول السلام عليكم أستاذ عمر، كلهم مجرمين وقتلوا السراق المال العام من المالكي لعلاوي والجعفر والعبادي وعبد المهدي. شوف العبادي يقول من هددوه بفضح ملفات، الفساد طم روحه وما إلى أي تصريح، إن شاء الله الفرج قريب. أخوكم أبو عمار من السويد. رسالة أخرى يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول نشكر قناة الرافدين الموقرة على هذه التغطية الشاملة للأحداث الجارية الآن في العراق، إنكم حقا تبذلون جهدا مضاعفا لخدمة الإعلام العراقي الحر. أخي الحكومة الفاشية تقمع المتظاهرين بشكل وحشي وتختطف الناشطين المدنيين ونحملهم مسؤولية حمايتهم وإطلاق سراحهم، هذا التصرف يدل على أن على أنه نحن نحكم من عصابات متنفذة سلطتها تفوق سلطة الدولة. أخوكم ناطق العراقي. رسالة أخرى يقول سلام لأرض خلقت للسلام وما رأت يوما سلاما،
يقول افرجها يا رب. للأسف احنا أهل كردستان ما بدينا شيء غير الدعاء وقلبنا معكم، والله ينصركم يا رب. أخوكم أبو سيف الكردي من دهوك. حياك الله أخي أبو سيف، وحيا الله أهل دهوك. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد، معنا اتصال ابو محمد من ميسان، تفضل ابو محمد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. شلونك اخ عمر؟ حياك الله يا اهلا بك، اهلا وسهلا. انا من السماوه مو من ميسان. ها، من السماوه، حياك الله. حياك نعم. الله وحيا الله اهل السماوه، تفضل اخي. الله يحييك. طبعا استاذ عمر، ماكو تغطي للمظاهرات عندنا هنا بالسماوه. نعم. باقضيتها. نعم. حبيت انقل لكم بعض المظاهر. نعم نعم. فحبيت انقل لكم بعض مظاهر الاحتجاجات عندنا هنا. الاحتجاجات عندنا خاصه بالسماوه وقضاء الرميته كلش قويه عندنا جدا، وهسه حاليا بالليل هم متجمعين وتجمع يعني كلش كبير ما يستهان به، ومحضرين انفسهم لاي امور. وامس مارسوا عمليه العصيان المدني ومروا على جميع الدوائر بالرميثة عندنا وسدوها، ما خلوها اي دائر. والتزمت حتى الدوائر من الموظفين والمدارس التزمين بالعصيان المدني لحد هذه اللحظه. طبعا القناه العراقيه نعم اجت تريد تسوي تغطيه للتظاهر عندنا هنا بقضاء الرميثة، ما قبلوا المتظاهرين، يقولون بها قناه هي منحازه طبعا للحكومه. فما اعطوهم المجال، حتى يعني وصلت صارت مشاجره بيناتهم طردوهم. فماكو تغطيه اعلاميه لتظاهراتنا هنا قويه، وحتى تدري الانترنت منقطع. نعم. عندنا المدارس ايضا شاركت كل المدارس حتى المدارس الابتدائيه. يعني مدراء المدارس ياخذون طلاب ويجوبون الشوارع مال القضاء ويوصلون لحد مقر التظاهر عندنا هنا بالرمز. السماوة ايضا نفس الحاله. يعني حتى لا يصير بال اي احد انه محافظه المثنى ما بها تظاهرات او ما بها احتجاجات، بالعكس في احتجاجات قويه جدا ومتظاهرين محافظين على السلميه في التظاهرات، بحيث انه ماكو استفزازات من قبل القوات الامنيه، والمتظاهرين كلهم ملتزمين بالقواعد التظاهر والاحتجاج. نعم. ابو محمد، هسا النت رجع يومكم لو بعده؟ لا والله مقطوع استاذ. بعده مقطوع يعني زين. من يرجع النت؟ مقطوع امس. اي من يرجع نعم. النت تقدر تدز لنا مقاطع نعم. للرافدين ان شاء الله عبر خدمه الله. انت ترى اكو رقم بهذه الخدمه ايش نعم. عندك مقاطع نعم. تظاهرات، اعتصامات، قمع القوات الحكوميه، تقدر ترسل للرافدين نعم، وتكتب لنا هاي المنطقه الفلانيه مثلا، هاي الرميثة، هاي السماوه الى اخره، انت تكتب لنا اياها نعم. واحنا ان شاء الله نعرضها ان شاء الله، ونسال الله ان يحفظكم يا رب. اذا عندك شيء تضيفه تفضل اخويا ابو محمد. مستمرين يعني انا اقول لك واقع مدينتنا هنا مستمرين وما ينخدعون جماعتنا بعد باي اشعارات وباي خطابات طائفيه، وما عندنا استعداد انه اصلا نستقبلهم بالساحات مالتنا. نعم. ونشكر قناتكم والقنوات الوطنية الأخرى اللي هي هسه محاربة حاليا، حتى حاربوها ما يردونها تبث، مثل قناة الكرامة نيوز وقناتكم أيضا يصير عليها بعض التشويش في بعض الأحيان. نعم. نشكركم جزيل الشكر لأن أنتم ساهمتم مساهمة كبيرة جدا بنقل هذا واجبنا الناس. هذا واجبنا أخي أبو محمد، وأقل من الواجب تجاه بلدنا وتجاه شعبنا. أنا أشكرك وربي يحفظكم وربي ينصركم. أبو محمد من السماوة كان معنا. علي من تركيا، تفضل علي.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا طبعا تحية لكم وتحية لكل مشاهدين قناة الرافدين الفضائية. يا هلا بك. بداية أحب أقول رحمة الخلود لجميع شهداء العراق. آمين. وجميع شهداء التظاهرات العراقية. والله ينصر أخواننا بالمظاهرات وبساحات التحرير وبساحات الاعتصامات. طبعا احنا هنا كجالية عراقية بتركيا رتبنا يعني وقفة او مظاهرة. نعم. مساندة وتضامنا مع اخواننا الموجودين بساحات الاعتصام بالعراق. فجت الموافقة الباحة ويعني تم نشر الخبر على نطاق واسع ووصل تقريبا لكل العراقيين الموجودين هنا باسطنبول وحتى كعالم جتي من بقية محافظات اللي بتركيا. وعلى أساس كان يكون اليوم الساعة 3 الظهر بمكان يبعد عن القنصلية العراقية حوالي 3.8 كيلومتر. نعم. وتقريبا صباح هذا اليوم الساعة 11:30 نشروا خبر انه المظاهرة لغت وبأمر من الوالي بعد ما نجت الموافقة والأسباب مجهولة. بعد تقريبا ساعة نعرف انه القنصل نفسه او الموظفين بالقنصلية العراقية نعم بعثين خبر كاذب للوالي على اساس انه هذه المظاهرة يعني بها شغب وهيك وهاي المظاهرة تسعى يعني الجماعة يشوهون صورة المتظاهرين السلميين بالعراق وخارج العراق نعم. نعم نعم استاذ نعم. فبالتالي يعني نشرنا الخبر انه المظاهرة لغت واي شخص ممكن يروح يعني معرض انه يسحب الكملك مالته من قبل قوات التركية. وبرغم من هذا العالم راحت يعني عارضت وراحت ووقفت هناك وجدت القوات التركية تهدد بسحب الكمالك أو الإقامات وتهدد باستخدام القوة أيضا. نعم نعم أستاذ. ف يعني هذا كل اللي صار هو يعني شلون أوصف لك إياه. نعم. حتى مدى يخلونا نوصل صوتنا وإحنا خارج العراق. نعم والله علي الله يعين إن شاء الله النصر للعراق والعراقيين. علي من تركيا كان معنا. أم فضل من لندن تفضل. يوم فضل ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بيك. أهلا بك. بس أحب أوجه كلمة للموظفين اللي طالعين وحد يعني يمشون على رجلهم في سبيل يروحون للدوام. نعم. يعني ما هزم طمار وما يدي ما تستيل يعني أولادنا وشبابنا بالشوارع وحتى بناتنا. يعني صراحة دكتورة سلود الله يرحمها دخانية بنص بطنها ما مجبورة هي دكتورة زين أكاديمية تطلع وتتظاهر إذا ما تعرف إنه والشعب مظلوم. شنو هالناس اللي ما عندها ضمير تروح للدوام وما تعتصم أو ما تسوي عصيان مدني وتسقط هالحكومة الظالمة زين والأمم المتحدة بس نجيب ونرفض وماكو أي مظهر. اليوم الامريكان طلعوا روسهم شلون واحد خطار واهلا وسهلا زين وهم هاي هم هذول عملائهم هم مهدوا لهذا الشيء وطوا ايران وطوا العراق الايران على طبق من ذهب مو من فضه زين زين احنا المد هسه نجي يعني بس الله ويانا ما احد ويانا حتى الخليج اللي احنا جزء من عندهم ماكو اي سحب السفراء اي شجب اي شيء اي رقم زين هذه ما ندري شنو وضعها. وبخصوص الاقتصاد اللي دا يحكي به الاستاذ الحرامي اللي على اكبر ابو الزويه اي اقتصاد يحكم به اذا احنا بيوم واحد خسرانين 6 مليار لعد العراق قد يطلع يوميا وما لي فلوسنا وليش مطلوبين احنا البنك الدولي كلها في سبيل سفاراتهم طلعاتهم ودساتهم وسوالفهم اللي ما تنفتحوا اي واحد يحكيها. نعم. خلي يفتحون على نفسهم ويحترمون روحهم ويطلعون لان الشعب فاضي الصبر خلاص يعني احنا بقى خلاصنا. واحب اوجه كلمه للجاليه العراقيه بكل العالم خلي ينصرون اخوانهم ماديا
يعني إذا ندفع بس ما تكفي، لازم يعني يعني دعم مادي، مو بس كلام ومظاهرات، الناس تريد عم تظل بعدها واقفة. أنا أشكرك أم فضل من لندن كانت معنا. رسالة على الواتساب من لهفة من ألمانيا تقول السلام عليكم، تقول أشكر قناتكم الرائعة الصادقة. يقول أنا مدى أفتهم ليش هذا الصمت العربي والعالمي بأوضاع العراق وشبابنا يقتلوهم بدم بارد، إلى متى هذه المعاناة؟ رسالة يقول فيها تحية لقناة العراق الراقية، يقول أتوا بعصابات خريجي سجون قتل تدمير بلادنا، لأن بالأساس أمريكا قامت من لصوص ومجرمين. رسالة من أبو أسامة من السعودية يقول سلام علي، يقول السلام عليكم أخي المذيع، يقول الله يحفظ بلاد الرافدين من الغزو الفارسي، يقول من يقتل المتظاهرين ليس بعراقي إنما مجوسي، نظف العراق من هذه القاذورات كما يقول في الحكومة والدخلاء. نعم، رسالة من أبو حنان من النرويج يقول تحية طيبة، أقترح أن يكون هناك حاجز جداري في الحدود بين عراقنا الحبيب والإيرانيين الهمج كما يقول. معنا اتصال عبد الله من بغداد، تفضل عبد الله. أم عبد الله من بغداد، تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. حبيبتك وإلى قدرتك الشريف ولك العراق الشريف. الله يسلمك. أستاذ طبعا الإنترنت مقطوع في العراق. نعم. وأعتقد البرنامج ما يظهر يساعدهم أبد يعني في المناطق الوسطى والجنوبية. شلون؟ برنامج قناتكم؟ أي؟ ماكو يعني ما يظهر بالمناطق الجنوبية. لا يظهر، شلون ما يظهر؟ هسه خابرنا أبو محمد من السماوة وأبو رضا من ميسان ولو انقطع، وقال دي نشوف إحنا الشاشة، لأن إحنا النت عندنا مقطوع فدي نشوف الشاشة. نعم. زين، هذا شيء جيد. أستاذ عندي معلومة انه غدا الساعه 12 ظهرا من عصابه ال نعم ام عبد الله، انقطع الاتصال مع ام عبد الله من بغداد. نعم، يقول رسالة ورجاء لإخوة المنتفضين في العراق، استمروا فأنتم أمل كل الأمة، اللهم انصرهم على إيران وذيولها. أبو زكريا الديري من سوريا. نعم، طبعا اليوم المتظاهرون لليوم الرابع على التوالي يواصلون العصيان المدني بتزامن مع قطع الطرق الرئيسية في العاصمة بغداد. مصادر صحفية تحدثت بأن العصيان المدني مستمر، كما أن هناك قطوعات لبعض الشوارع في بغداد وأغلاق لأغلب الدوائر الحكومية، وخرجت تظاهرات طلابية في عدد من شوارع بغداد تأييدا للمتظاهرين وللمطالبة بإسقاط النظام. معنا اتصال أبو راشد من عمان، تفضل أبو راشد. تحية لك يا أخ عمر والمشاهدين المحترمون. أهلاً وسهلاً بك. طال عمرك، بالنسبة حق ما يطلق له رئيس مجلس الوزراء العراقي بخصوص 150 عسكري، زين وين دور وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، الحشد الشعبي، الحزب الله اللبناني الموجود في العراق المدعوم من لبنان، وكذلك الحشد الشعبي المدعوم من العراق؟ أما لازم تتطرق إلى استجواب رئيس مجلس الوزراء وحالة وزير الدفاع وزير الداخلية للاستجواب القانوني، مفروض يعني حقيقة. نعم. ويعطيك ألف عافية ومشكور. الله يعافيك أبو راشد من عمان كان معنا. رسالة زينب من لندن تقول السلام عليكم، تحية للقناة المناصرة للشعب المنتفض، رب ينصر شبابنا ويشافي جرحاهم ويرحم شهدائنا ويرد كيد الفاسدين والقتلة، النصر قريب يا رب، يا رب رحمتك على العراق. الرسالة يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوي عمر حياكم الله وبارك في جهودكم، لكن لماذا ما تنشرون رسائلنا؟ هذا نقرأ احنا برسائلكم أخي، بس أنت رسائلك اللي ترسلها إذا كانت طويلة، أنا دا أشوف عندك رسائل قديمة قبل يومين ثلاثة، رسائل كلش طويلة ما نقدر نقرأها، أو الدز مقاطع فيديو هم ما نقدر نعرضها مباشرة بالبرنامج، لأن البرنامج على الهواء، فإحنا نقرأ الرسائل القصيرة.
رسالة يقول: السلام عليكم، تحية إلى المتظاهرين، أطلب منكم نشيد شد حزام وخلي نعيد الأمجاد. الكلام متصل. عمر من المغرب يقول: لازم يتحرر العراق وتحريره يصير بهؤلاء الرجال الأشاوس اللي نشوفهم بالساحات. يقول: عاش شعب العراق. شكرا لك أخي عمر من المغرب. رسالة يقول: سلاما سلاما على العراق ويا نار صيري بردا، وسلاما على أبناء وطني. من أخوكم المغترب عماد فيصل من أمريكا. حياك الله. معنا اتصال. أركان من بلجيكا، تفضل أركان. أركان تسمعني؟ السلام عليكم أستاذ عمار. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. تفضل أخي. طبعا أقول لعبد المهدي، إذا الشعب يقبل بك وقائك رئيسنا بدينا للوزراء في العراق، لكن الشعب له شروط، لا يريد منك خدمات ولا تعيينات ولا أي شيء، قدم له رؤوس الفساد المحاكم مكبلين أمام الشعب العراقي، محاكمات علنية. يقدر يسويها؟ أولهم هو من ضمنهم؟ لا لا، اسمح لي اسمح لي، مو أنا جايك بالحكي. نعم. في محاكمات علنية، أولهم إبراهيم الجعفري ووزرائي، ونور المالكي ووزرائي، والعبادي ووزرائي، وقادة الميليشيات وقادة الأحزاب والكتل السياسية وغيرهم من الفاسدين السابقين، وطرد الوجود الإيراني رسميا في العراق. وأنا أؤكد لك سيصطف الشعب معك، كل الشعب يحييك إذا كنت فعلا عراقيا، لكن أنت مجرم وفاسد، حالك حالهم، فلذلك جميعكم ملوث أيديكم بدماء العراقيين وسرقة أمواله وتركه في الفقر المدقع والجوع والعوز. كل ظنكم أن الشعب غافل على ما تفعلوه، وتقدمون موظفين صغار أو وزير ليس له قيمة منتهي صلاحية أو ليس وراءه حزب، فتقدموه تبت استدال المحاكم وتمثلون للعالم على أنكم تحاربون الفساد وكبار المفسدين حولك، مثلما فعلتم قبل يومين مع وزيرة الصحة عديل حمود. طلبت المحكمة مجرد طلب استخدام، يعني ليس أمر اعتقال، إنما هي متهمة بتهم فساد وهدر المال العام، ومن ثم خرجت بكفالة. وتذكرني قصتها عندما كانت في أنا شخصي قضية مع المجرم اللص الإرهابي جواد البولاني عام 2014، وكان القضاء يستهزئ به وصدر عشرات مذكرات الاستخدام بحقه فقط، وآخرها أطلقوا الشكوى وقتل أخي. فهذه لعبة للضحك على الناس بأنكم شكلتم لجان لمحاسبة الفاسدين، أنت وسلفك حيدر العبادي والمالك والجعفري، ولتعلمون عراقيين سوف أنهي سادهم. نعم، أنا أشكرك أخي أركان من بلجيكا، كان معنا. رسالة على الواتساب يقول: السلام عليكم، تحية من القلب لقناتكم الشريفة. يقول: اللهم ارحم شهداء العراق وانصرهم على عملاء الفرس أبو عمر. رسالة من أبو النور من السويد يقول: الله نسأل الله أن ينصر الأبطال، وتحية لهم والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والله أكبر على الطغاة. رسالة من خالد العتيبي من السعودية يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: وفقكم الله وبارك في جهودكم، يجب ألا تتوقف هذه الثورة حتى يتم كنس أذناب وعملاء الفرس، وحتى يتم قطع يد المجوس، لأن من يدمر العراق هي إيران. رسالة من الكويت من أبو فيصل يقول: ربي يحفظ شعب العراق من ملال إيران وعملائهم. نعم، طبعا احنا اليوم مثل ما اشرنا دخلنا اليوم الرابع للعصيان المدني في الموجة الثانية لانتفاضة تشرين، وكما اشرنا انه البارحة رئيس الحكومة طلع ويتهم المتظاهرين بان هناك مندسين، ويقول شفنا 150 واحد لابسين لباس عسكري واضعين نساء واطفال كدروع بشرية، ويقول شلون يعني هذول شلون نقدر نتعامل معهم. يعني ربما أنا ما أرد عليك، ولكن المقاطع والشباب اللي موجودين في ساحة التحرير وسلميتهم وتنظيفهم للشوارع وإعادة البريق لكثير من الشوارع في ساحة التحرير والتنظيم، تنظيم هؤلاء الشباب والتكاتف وتقديم المساعدات من العراقيين، وليس مثل ما تدعون أنه هناك
جهات خارجية وكذا، الناس هبت بتوزيع المساعدات، اللي يجيب تمن واللي يجيب شكر واللي يجيب زيت واللي يقدم أدوية، الطبيب متطوع، الممرضة متطوعة، المرأة الكبيرة تطبخ، الشاب يحرس، الشباب في المطعم التركي جبل أحد أعادوا إلى الحياة. فهذه كل هذا الكلام لن يجدي نفعا، بالعكس هذا كله في صالح التظاهرات، وراح يزيد من إصرار الشباب، وراح يزيد من ثباتهم في ساحل التحرير وفي ساحات التظاهر في المحافظات العراقية. فلا يظل الحكومة ولا يظلون السياسيين يتهمون المتظاهرين، دول ناس شباب طلعوا بعد ظلم 16 سنة، ظلمكم وفسادكم اللي أصبح معروف لأبعد واحد في الكرة الأرضية، معروف اليوم العراق يتصدر ما شاء الله مع الأسف بلدان العالم في الفساد. الرواتب خيالية للمسؤولين، إذا كان رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بال2009 من كان نائب رئيس الجمهورية وهو منصب تشريفي ما إلى أي يعني بالدستور ليس له سلطة تنفيذية أو تشريعية، كان في ذلك الوقت ومقطع انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك، سأل المذيع في وقتها قال له ايش قد تأخذ عدا الراتب، قال له أخذ مليون دولار يسموها يعني شغلات اجتماعية أو مساعدة كذا. زين راتبك ايش قد؟ زين هسه أنت رئيس حكومة ايش قد تأخذ؟ وعلى هاي وقيس. فالناس تعبت وبعد ما يأكل عدا هذا الكلام وهذا الحكي، فأي اتهام للمتظاهرين السلميين هذا لن يجدي نفعا وما حد راح يصدقكم. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.